طلع النهارده رمسيس الثاني احتفال كبير باسم باسم ميدان المطريه باسم سوق الخميس بعرب الحسن. هنا ارض الفراعنه، هنا ارض التاريخ باسم المطريه. مطريه مطريه مطريه. اللي عنده حضاره زينا نقول له عمنا، والمطريه بلد الرجاله، بلد الحضور، وبلد اي حاجه في احنا عايزين التمثال دوت يفضل عندنا، ما يروحش بره ويتعمل متحف هنا، هو زينا زي الاقصر وزي اسوان وزي الحتت دي، ما يروحش بره. الاثار دي بتاعتنا احنا، مش عايزينه يمشي من هنا. كل الاجانب بتيجي من اخر الدنيا عشان تتفرج على اثار، احنا اطفالنا ما يتعرفوش يعني ايه اثار. الغلو المتاحف وغلو الاماكن، وعبال ما نتنقل عشان ولادنا دي تتفرج ما بنوصلش. كل اللي بره بيتفرج الا احنا، فيا ريت تحافظ عليه. احنا ما بنشوفش الحاجه اللي بتطلع تاني، اللي بيطلع من عندنا ما بنلاقوش. كل الناس بتيجي عندنا قلم مسلة يعني مسلة اتنقلت. المفروض دي الحاجات دي تفضل في المنطقة، اتاخدت ومشيت وما نعرفش هي فين. المفروض كل اي حاجة من هنا تتشال تفضل مكانها، لكن كل حاجة بتتاخد من هنا بتروح على المتحف وبتطلع على بره ما نعرفش عنها حاجة. هيجيلنا فرحتنا أحسن لما يرخصولنا الحاجة اللي احنا بناكلها، عشان احنا ناس غلابة. يرخص لنا الحاجة يجيبوا صواب. البلد مليانة خير، البلد مليانة خير، وكل ما هتبقى حاجة سعداء بحضرتك وباللي طلع من عندنا، لأن ده يشرفنا ويشرف بلدنا، ونحب نشوف البلد كل مدى في زيادة. أقول لك المطرية مدينة أول، أول مسلة تطلع سليمة مش واقعة، مسلة العمود اللي في المسلة، ده المسلة، وأول كتابة فرعونية تطلع من المطرية، وأول حضارة وأول معبد اتعمل في المطرية مدينة أول، مدينة إله الشمس. عايزين المطرية تبقى يعني حي راقي، حي ما فيهوش شوارع بايظه، ما فيش صرف صحي. المطريه مهمله بطريقه وحشه، المطريه الحضاره. حسيت بايه اول ما شفت التمثال؟ انا حاسه بحاجات كنز كبير قوي عندنا، يعني الحمد لله. الحمد لله، ما حدش قدنا يعني. بكم الدنيا يهتموا شويه، او يبقى في نظره كويس لمنطقه المطريه. عايزين يبصوا لينا بس كده ويشوف الدنيا فيها ايه، وعايزين اي حاجه يعملوها لينا. الف شكر لحضرتك. شفت ايه النهارده؟ رمسيس.